السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن البريكنج ميثودز بتاعه الدي سي موتور. اول حاجه عندنا الجينيتيف بريكنج، واحنا اتكلمنا عليه اوريدي في الفيديوهات اللي فاتت. تاني حاجه البلاجنج بريكنج، وده جديد علينا شويه. تالت حاجه الدايناميك بريكنج، وده اتكلمنا برضه عليه في الشابر درايفز. تعالوا دلوقتي نتكلم عن اول طريقه اللي هي الجينيريتيف بريكنج. نراجع مع بعض الايكويشن بتاعتنا، هي بالشكل ده: الاوميجا تساوي الفي اي على الكي فاي ماينس الار اي في الديفولوب تورك على الكي فاي كله سكويرد، وعندي الباك اي ام اف بتساوي الكي في الفاي في الاوميجا. دي دايره الايكوفالنت سيركت بتاعتي في حاله النورمال اوبريشن للسيبريت الاكسايتد موتور. فانا عندي الكرنت بيروتيت في الدايركشن ده، لان الفي اي اكبر من الباك اي ام اف، والاكسايتيشن شغال هنا عادي. ومعادلة الكرنت ساعتها بتساوي الفي اي ماينس الاي بي على الار اي. احنا اتكلمنا كده عن الريجنريتيف بريكنج، وقلنا عشان يتعمل لازم نقلل الفي اي، فبالتالي لما الفي اي بتقل بتخلي الباك اي ام اف اكبر من الفي اي، فالكرنت يعكس اتجاهه ويبقى بالشكل ده. طب هو اصلا عشان اقدر اعمل ريجنريتيف بريكنج لازم انا اعمل ايه؟ زي ان انا عندي الموتور بيوبريت في البوينت دي، انا هدف عشان اعرف اعمل ريجنريتيف بريكنج ان انا اخلي السبيد بتاعه الموتور اكبر من النو لود سبيد بتاعته. بمعنى انا عندي النو لود سبيد اهي، صح؟ مش دي بوينت بتاع النو لود سبيد، متعرفه في اي على الكي فاي. انا قبل كده كنت بقلل الفي اي، فبالتالي الكيرف ده اكشلي اللي كان بيحصل له ان هو كان بينزل عن الاوبريتنج بوينت بتاعتي. فانا بالاتي الموتور عندي بيروتيت بسرعه اوميجا اكبر من اوميجا نو لود سبيد داش، احنا هنخليها اسمها اوميجا نو لود سبيد داش، وده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. تخيل بقى لو انا عايز اعرف اغير الفاي، مش هنعرف اقدر اغيره عن طريق الاكسايتيشن، ازود الاكسايتيشن سام هاو، صح؟ وده اللي احنا هنعمله هنا دلوقتي. احنا هنحاول نلعب في الاكسايتيشن، فاحنا اكشلي لما بنزود الاكسايتيشن الكيرف بتاعنا هيبقى بالشكل ده. معوق شويه بس شغال. نرسم، نمده شويه في جزء النيجاتيف تورك. اللي بيحصل ان انا لما عكست اتجاه الكرنت التورك اتعكس، لكن at the same speed، فانت هتلاقي كيرف ماشي كده. دي الاوميجا الجديده. طبعا طول ما انا مشغال في الريجنريتيف بريكنج هتلاقي ايه، السبيد عماله تقل والتورك بيقل معايا. فهم عشان عايزين يحافظوا على التورك ثابت، فهم اللي بيعملوا بقى ايه، ان هم يروحوا مزودين الاكسايتيشن اكتر. فانا بالتالي الكيرف بتاعي الجديد هيبقى بالشكل ازاي، هيبقى بالشكل ده. سين انا عايز اخلي التورك هنا، التورك بتاعي يبقى هنا، يروح عكس اتجاهه هنا. طبعا هي رسمه كروكي بس انتوا فاهمين البوينت، ان انا في الاخر التورك انا عايز احافظ عليه ثابت، ويفضل ساعتها السبيد تفضل تقل كده كده، واقعد اقل ازود الاكسايتيشن والاقي كيرف جديد كده لغايه لما الاوميجا توصل للزيرو، وساعتها اكون خلاص انا وصلت لاخري في الطريقه دي وحققت الريجنريتيف بريكنج. بوينت بكل بساطه عندي يا اما اتحكم في الفي اي يا اما اتحكم في الفلكس، الاثنين في الاخر هيدوني نفس الشكل. انتوا ملاحظين طبعا ان السلوب قل شويه هنا، لان انا لما بزود الفاي اللي بيحصل السلوب بيقل. تعالوا دلوقتي نتكلم على الطريقه الثانيه اللي هي البلاجنج. بكل بساطه احنا عندنا برضو سيربت الاكسايتد موتور، دي الدايره بتاعته ودي الايكويشن اللي بتحكمه ودي معادله الكرنت. في الطريق دي هم بيعملوا ايه؟ يروحوا مقررين ان هم يفصلوا السبلاي ويروحوا عاملين ريفرس دايركشن ليه، فبالتالي هم بيفورس ان الكرنت يعكس اتجاههم، فالسبلاي عندي هيبقى بالشكل ده. ايه اللي هيحصل بقى لمعادله الكرنت؟ اللي هيحصل لمعادله الكرنت والله ان هي هتبقى عباره عن ال اي اي ايكوالز ماينس ال في اي ماينس ال اي بي على ال ار اي، بمعنى ان هتساوي نيجاتيف ال في اي بلس ال اي بي على ال ار اي. ده بقى يخليني ايه اللي يحصل عندي في السيركت؟ اولا النيجاتيف ده هيخلي اتجاه الكرنت بالشكل ده، صح؟ يبقى ده الاي اي الجديد بتاعي هيبقى في الاتجاه ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ماجنيتيود الكرنت دلوقتي بقى كبير، بمعنى ليتس سي ان انا كان عندي الفي اي ب 100 والاي بي كان مثلا ب 96، اوكي، وكانت عندي الار اي ب 2،
فانا عندي كده 100 مع 96 ب 4 4 ل 2 هيطلع لي في اخر كارنت 2 امبير، ده قيمه ايه طبيعيه. لكن تخيل عندي هنا في الحاله الثانيه لما الفي اي بيتجمع مع الاي بي، يعني انا عندي مثلا 100 بلس 96 على الاثنين، فانتوا متخيلين الرقم هيبقى عامل ازاي؟ رقم كبير جدا، يعني احنا بنتكلم هنا عن 98. فهم بيعملوا ايه بقى في الوضع ده؟ يروح حاطين ايه مقاومه عشان تلمت الكرنت بالشكل ده، ومسمينها ار بريك. خلي بالكم بقى شوفوا اثرها في كل الايكويشنز بتاعتي تبقى عامله ازاي. فانت بالتالي انت عملت ليميتيشن للكرنت. نشوف بقى الكيرف ايه اللي هيحصل له. سي ان انت كنت شغال عند البوينت دي، ايه اللي هيحصل عندي في الكيرف؟ طبعا انا زودت الار بي، فانا عندي السلوب اللي هيحصل له السلوب هيزيد، بالتالي انا هلاقي في الاخر عندي كيرف مثلا بالشكل ده، والبوينت بتاعت الاوبريشن عندي جديده هتبقى هنا. طبعا مع السبيد بتقل دايركشن ده، انا برضو عايز احافظ على التورك، فبالتالي هنقل هقلل الار بي، فانا هلاقي لاين تاني معمول بسلوب اقل، سيبقى هنا انا محافظ على التورك، يعني approximately دي حاجة rough sketch، ودي الاوبريشن بتاعتي في حالة البلاجينج. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن اخر نوع من البريكنج، الديناميك بريكنج. احنا قبل كده خدناه مع بعض في التشوبر درايفز، وهو نفس الكلام. احنا عندنا النوع بريكنج ان الاي اي بيبقى في الدايركشن ده، هما هنا بيعملوا ايه؟ بيروح شايلين السبلاي وحاطين مكانها ريزيستنس. فعشان كده برضو الطريقه دي مسماه بريوستاتيك بريكنج، ان هم بيحطوا ريزيستنس مكان السبلاي. انا في الاخر هلاقي ان الكارنت عباره عن النيجاتيف الاي بي على الار اي بلس ار بي، فالانرجي اللي موجوده في الموتور هتديسيبيت في خلال الريزيستنس، والكارنت هيعكس اتجاهه، وده هو الاي بريكنج. فده عندي معادلة الاوميجا، طبعا انا ما عنديش في اي، فالفي اي بصفر، فهتبقى عبارة عن ايه؟ نيجاتيف افتح قوسين ار اي بلس ار بي اقفل قوس تي ديفولت تورك على الكي فاي سكويرد. فانا لما اجي ارسم الكيرفات جديدة هرسم مثلا حاجة زي كده، معوق برضه شوية بس قشطة. وانا عندي هنا نورمال اوبريتنج بوينت، اروح ماشي كده، افترض ان عندي السبيد بتقل معايا، فهم عشان برضو عايزين يحافظوا على التورك، فهتلاقيهم ان هم بيقللوا الار بي تدريجيا، فهلاقي الكيرف مثلا التانية يبقى عندي كده، وعندي السبيد عمال تقل لغاية لما تيجي هنا، التورك انا محافظ عليه تفضل تقل لغاية لما اوصل لي الاوميجا بتساوي زيرو، وانا عندي في الدايركشن ده الار بي بتقل. ده كده ده كل انواع البريكنج للدي سي موتور. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.